أنا دام السجناء أرائي في البحرين. اسمي الشعب المغربي والعرب بشكل عام نساعد الإخوة المناضلين في البحرين ونطالب السلطات البحرينية بالإفراج عن كل معتقلين الرأي العام والرأي السياسي ونطالب بالإطلاق صراح كل من اعتقل بسبب تعبير عن رأيه وكل أشياء تتعلق بالحرية التعبير وحرية الصحافة وشكرا. Je supporte les prisonniers de conscience bahreïniens.